مساء الخير وأهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. في ازدواجية فادحة، شركة ميتا تلغي قرار إزالة منشورات تدعو إلى موت المرشد الإيراني. كيف تتحكم الغرف السياسية بالمنصات الإلكترونية؟ بصفة محام، رجل آلي يرافع عن مدعى عليهم في مخالفات مرورية. أسماء بارزة تعيد رسم خريطة المنافسة في السينما المصرية. إعادة انتعاش أم تمويه لأفلام المقاولات؟ غرف سياسية أمنية إعلامية بتنسيق واضح، حملات ممنهجة مسرحها منصات التواصل الاجتماعي والانتقائية قاعدتها. دعوات بموت المرشد الإيراني سيد علي خامنئي لم ترى فيها شركة ميتا سوى شعار سياسي، فسمحت بقولها صراحة: حظر التحريض على العنف لا ينطبق هنا. بينما التحريض ضد القوات الروسية مسموح في أوكرانيا، وضد الصين مسموح في هونغ كونغ، وضد المقاومة مسموح في أي مكان وعند أي وقت. أما العكس فيدرج فورا في قائمة المخالفات. كتابة كلمة مقاومة وحدها تكفي لتحضر منشورات أو لتحضر منشورات وتعلق حسابات. هي ازدواجية فادحة فاضحة تربط معايير حرية التعبير بدرجة التبعية للسياسة الغربية أو تحديدا الأمريكية. أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين. أولا، كيف تتحكم الغرف السياسية والأمنية بمنصات التواصل الاجتماعي؟ ثانيا، أي دور لهذه المنصات في خدمة أجندات سياسية في دول محددة؟ نجيب عن هذين السؤالين وغيرهما من الأسئلة مع ضيف المشهد الساخن دكتور مكرم خوري مخول، مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في كامبريدج، معنا الآن مباشرة من لندن. دكتور مكرم، مساء الخير وأهلا بك معنا في المشهدية. ما هي الاعتبارات التي دفعت شركة ميتا المالكة لفيسبوك، إنستغرام وواتساب، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، إلى إلغاء قرار الشركة بإزالة أي منشور يدعو إلى موت المرشد الإيراني السيد علي خامنئي؟ بالنسبة للشركة الأمر يتعلق بشعار خطاب أو خطابي وسياسي ولين ينم عن تهديد بالفعل. لماذا الآن ألغت القرار السابق؟ يبدو للكثيرين أن تكاثر منصات التواصل الاجتماعي بأنها عملية ديمقراطية، بالأحرى كلما ازدادت منصات التواصل الاجتماعي كلما ازداد التحكم المركزي بالفحوى وبمحتوى هذه المنصات، وثانيا بالتحكم بالطريقة التي يمكن للبشر وللإنسانية وللمجتمعات المختلفة أن تفكر. نحن بداية نقول أن ما مكتوب على موقع ميتا فيسبوك يقول التالي: أننا ميتا فيسبوك نحن نقوم بعقد جلسات واجتماعات دورية مع الإدارة الأمريكية، نبحث فيها قضايا سياسية ونتبادل المعلومات. إذن هذا التصريح الموجود حاليا في هذه اللحظات على مواقعهم تشير إلى أن هذه الشركة الأمريكية لديها هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو المالي وجني الأرباح، ولكن الهدف الثاني هو أمني، وهو في خدمة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بالتالي تفعل تماما ما يطلب منها مركزيا أمريكيا لخدمة الأجندة الأمريكية داخليا وخارجيا في العلاقات الدولية. دكتور، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم مباشرة بهذه المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، وأي تأثير تملكه الغرف السياسية والأمنية على هذه المنصات؟ هو تأثير كبير. صاحب الملك إذا كان يخضع لصاحب القرار السياسي فإن هذا التحكم تقريبا هو شبه مطلق. وبما أنهم يقولون يعترفون أن هناك اجتماعات دورية وتنسيق، وفي هذه الاجتماعات نحن نعرف تماما أنه ممكن للحاكم أن يفرض، وهذا غالبا ما يحصل، أن يفرض على صاحب وسيلة الإعلام
الإعلام أن يفعل ما يريده، وهذا ما يتم. يعني الآن إذا ما كما ذكرتم في مقدمتكم الممتازة، هي أن أمريكا لا تسمح ولن تسمح بأن ينشر على هذه المنصات المحكومة والمملوكة، ونحن نعرف أن غالبية إن لم يكن كل المنصات المؤثرة في من التواصل الاجتماعي هي بملكية أمريكية. هذه المنصات لن تسمح بمثلا أن يكتب على فيسبوك الموت لنتنياهو، هل سيسمحون ذلك؟ لا أعتقد أنهم سيسمحون. الآن التأثير أستاذ أحمد هو ليس فقط بواسطة الملكية والاجتماعات السرية والمغلقة، وإنما أيضا التأثير هو تكنولوجي من حيث الخوارزميات، أي ما هو الذي يمكن أن تشاهده مؤخرا، وكيف يمكن للمشاهد وللمستهلك وصاحب الحساب أن يستقي وينهل مما يريده تماما أصحاب المنصات الاجتماعية. وهناك تأثير آخر، هناك ما استعملته مثلا شركة كامبريدج أناليتيكا في هذه الفضيحة، وهي أن الإنسان يعمل وفقا لاستقاء وتبني أمور وبلاغات وبيانات عبر اللاوعي، ولذلك يصبح هنا الإدمان إدمانا سياسيا، يقومون بتبني هذه الفكرة وهذا المطلب بالموت لخامنئي. طيب ما مدى أهمية الدور الذي تقدمه دكتور مكرم منصات التواصل الاجتماعي لخدمة أجندات سياسية لدول وأطراف محددة؟ ما مدى نجاعة وفعالية هذا السلاح الإلكتروني اليوم في العديد من القضايا الإقليمية؟ هناك محاولة للهيمنة الإعلامية على غالبية الرأي العام العالمي من الشمال، ما يسمى من الشمال أو من الغرب، على أن تتدفق كل المعلومات والتوجيهات والإرشادات والبروباغاندا من هذا الطرف الغربي والأمريكي على وجه التحديد. ولكن الآن ورغم تكاثر هذه المنصات المملوكة أمريكيا، هناك حركة تدفق مقاومة ومعارضة للسردية الأمريكية والغربية، ولذلك فقد تم تقليص هذا التأثير بشكل كبير. هذا لا يقول أنها ليست حربا شعواء، هي حرب شعواء يومية، لا بل كل دقيقة على كسب العقول وقلوب البشر وبلورة الرأي العام. ولكن أستاذ أحمد، ما هو مثير في قرار ميتا فيسبوك هو ليس فقط أنهم الآن يسمحون بنشر هذا الوسم، ولكن الجهة التي قامت بفحص هذا الوسم أصلا هي جهة تابعة لميتا فيسبوك، وهي ممولة منها. إذن تلك الجهة لم تكن جهة قانونية عالمية دولية. فيسبوك ميتا هي شركة عالمية، لما لم يتم تركيب أو تشكيل لجنة عالمية من قانونيين من دول عالمية كثيرة ليبحثوا هذا الموضوع؟ لا، لم يتم. لأنه يعني هنا في هذا الإطار يمكن أن نسأل عن إمكانية المحاسبة. لا يمكن لأي جهة المحاسبة على كل هذه التجاوزات، أليس كذلك؟ طبعا لا يمكن محاسبتهم. هم عملوا ونشطوا ضد روسيا، وبالتأكيد هناك نشاط ضد أي دولة أخرى ممكن أن تعارض سياستهم. هم أصلا يعني ميتا فيسبوك وغالبية هذه الشركات محكومة بالأساس للأجندة الأمريكية السياسية الاقتصادية، وعليه فليس هناك أي محاسبة، وهم يفعلون ما يشاءون لكي يزودوا البشرية والمشاهدين والمشاركين. ولا مجال لهذه الشركة دكتور لكي ترفض أي طلب ربما أمريكي في هذا الإطار، أليس كذلك أيضا؟ من المستحيل أن ترفض هذه الشركات، لأنه بالأصل أستاذ أحمد تم تأسيس الإنترنت في أمريكا لهدفين، هدف جني الأرباح والهدف المخابراتي، وبالتالي تم تشكيل الأبرانيت والميلنت، يعني الميليتري نت للجيش. هذه مسألة أمن قومي لأمريكا، ومن المستحيل أن ترفض أي من هذه الشركات خدمة المصالح الأمريكية السياسية والاقتصادية.
طيب الآن سنتوقف دكتور مع عرض لبعض الأمثلة التي تظهر كيف تعاملت منصات التواصل الاجتماعي مع بعض القضايا والمستخدمين وآرائهم. إذا انتقائية حتى في تعريف العنف، هكذا هي الحال مع منصات التواصل الاجتماعي. أمثلة وحتى ملفات قضائية ترسم معالم واضحة لدور الأدوات الإلكترونية. ألا قدوم صورة هذه الطفلة لم ترق لأرباب ميتا ومن وراءهم، قتلتها غارة إسرائيلية في غزة، نعاها الناشطون فحذفت بعض منشوراتهم، كما حذفت فيديوهات لأهالي القطاع يرفعون الجثامين من تحت الركام. الرواية الفلسطينية لن تكون يوما مسموحة كما هي. نحو 90 منشورا منددا بالعدوان الإسرائيلي على غزة حذف في الفترة ما بين 5 و15 من آب أغسطس الماضي، كلها وفق فيسبوك تتعارض مع الإرشادات المتعلقة بالعنف أو المنظمات الخطرة. الدفاع عن الفلسطينيين تعده ميتا عنفا وتستثني القاتل. الازدواجية ذاتها تعاطت بها مع ما يجري حول أوكرانيا، تعديلات غير مسبوقة في سياساتها سمحت لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام بالتحريض على العنف ضد روسيا وقواتها بذريعة ما سمته منح المستخدمين مساحة للتعبير عن غضبهم. منشورات دعت إلى إبعاد الروس عن أوكرانيا وبيلاروسيا سمحت بها ميتا علما أنها تتعارض مع حظر الدعوات إلى استبعاد أو فصل أشخاص على أساس أصلهم القومي، كما سمحت بالدعوات إلى قتل الرئيس الروسي والثناء على كتيبة أزوف التي كانت محظورة سابقا من المنصة. هكذا تتحكم السياسة بشركات التكنولوجيا الكبرى. ومن أحدث الدلائل سمح منصة جوجل بلاي بتحميل تحديث للعبة تتيح للمستخدم لعب دور متظاهرين إيرانيين مهمتهم محاربة المسؤولين. هذه ليست ازدواجية وحسب برأي عدد من المنظمات، بل إن ناشطين إيزيديين تقدموا قبل فترة بتقرير يدعو إلى التحقيق في دور منصات ووسائل التواصل في الجرائم ضدهم. أحد هؤلاء دفع $80,000 لتحرير ابنة أخيه من قبضة داعش التي اختطفها، ثم نشر عنها عبر مجموعة واتساب مستخدما حرفيا كلمة للبيع. نعود إلى ضيفنا من لندن الدكتور مكرم خوري مخول. دكتور، يعني في النهاية ازدواجية المعايير لدى شركة ميتا واضحة ومفضوحة أمام العالم كله عندما يتعلق الأمر مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، المعايير مختلفة، لكن فيما يتعلق ببعض المستخدمين الذين يساندون فلسطين ربما أو المقاومة يتم حظر الحساب وتقييده، كل ذلك ألا يضر بمصداقية هذه الشركة الكبيرة العالمية أمام ملايين أو مليارات المستخدمين؟ أعتقد أن سمعة وصورة هذه الشركة تم الضرر بها في العقد الأخير، أو بالأحرى منذ 2010 عندما تم استعمال البيانات الشخصية لملايين البشر والتلاعب بالكثير من المعلومات. مصداقية هذه الشركات بانخفاض مستمر، لأن الغالبية يوم بعد يوم تكتشف أنه لا مصداقية وأن كل البيانات الشخصية بالأحرى مكشوفة للجميع لأغراض الربح والتجسس. وهذه مسألة مهمة للغاية، إذ أن هناك برنامج أيضا ومنصة تقدم كل المعلومات عن حياة كل مستعمل على الإنترنت، يعني افحص حياة كل شخص وفقا لكل علاقته وتفاعله مع منصات التواصل الاجتماعي. ولكن هنا أستاذ أحمد بعد إذنك، هذا القول أو الإدعاء الذي قدمته ميتا فيسبوك أو هذا المجلس الاستشاري الوهمي المفبرك المركب داخليا، قدم طبعا يعني نتيجة في النهاية أن هذا ليس، هذا الوسم الموت لخامنئي ليس تهديدا. نحن لا نتكلم هنا عن تهديد من بعيد، هناك نداء، هذا نداء
للقيام بعملية اغتيال فاعلة لخامنئي لشخص حاليا هو مجهول، ولكن يتفاعل، من الممكن أنه يتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع ميتا فيسبوك، وبالتالي ممكن أن يقوم شخص معين بهذه العملية. ثانيا، هناك عملية تحريض عالمية ضد إيران بشكل عام، ولكن ضد خامنئي بشكل خاص، لأنه عبر استعمال الخوارزميات وزيادة عدد المرات التي يظهر بها هذا الوسم، إنما يزيد من التحريض والدعوة لهذا القتل، وإن كان بشكل غير مباشر. أي أن هذا الوسم الموت لخامنئي ليس مثلا مثل ما نقول كل نفس ذائقة الموت. نحن نعرف أننا كلنا سنموت، ولكن هناك فرق، كيف نموت؟ هل نموت بشكل طبيعي أم نموت نتيجة تحريض من شركة التواصل الاجتماعي لشخص معين؟ وهنا الخطورة دكتور. طيب، هذه الشركة الكبيرة ميتا تتغنى بمعاييرها وأنها تدافع عن حرية الرأي والتعبير وتسند ثورات والأحداث ضد الظلم كما تقول، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، لكن ما مدى خطورة ما تقوم به هذه الشركة، وكيف تضر بمبدأ حرية الرأي والتعبير من خلال الانتقائية التي تتبعها، وماذا تقول لكل مستخدم من خلال المعايير التي تضعها؟ لا، هذه الشركات وشركة ميتا بالتحديد تخدم أجندتها في حرية التعبير وإلى آخره، وهي لا تخدم حرية التعبير للطرف الآخر الذي تراه معاديا لأجندة ميتا فيسبوك وللأجندة الأمريكية أو لأجندة الناتو. هذه مسألة معروفة، هي لا تريد أن تمنح الحرية للجميع، وإلا فكانت منحتها على الأقل للشعب الفلسطيني المنكوب والمظلوم والمحتل لمدة 75 عاما. أين هي هذه الحرية للشعب الفلسطيني على الأقل؟ لماذا يمنحون هذه الحرية للشعب الأوكراني ولا يمنحونها للشعب الفلسطيني؟ هذا واضح دكتور. طيب، سؤال أخير لو سمحتوا باختصار، في أي حدث أو في أي صراع حديث مؤخرا طبعا أثبتت شركة ميتا أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام فعاليتها وخدمت طرفا على حساب الآخر وكان لها تأثير كبير؟ يعني إذا ما أخذنا مسألة الحرب في أوكرانيا ضد روسيا، فهي مثالا صارخا على أنها اتخذت موقفا معاديا لروسيا. فأين هذا الموقف من حرية التعبير ومن العدالة ومن النزاهة التي تفرضها عولمة حرية التعبير عن الرأي؟ لا يوجد أمر كذلك على الإطلاق. وهذا المثال الأخير هو السماح بوسم التحريض ضد خامنئي، هو مثال آخر فاضح على أن هذه الشركة تخدم فقط أجندة أمريكية. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في المشهدية دكتور مكرم خوري مخول، مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في كامبريدج، كنت معنا من لندن. في مشهد اليوم، دعوى قضائية يتولى فيها رجل آلي الدفاع عن المدعى عليه. الملف مخالفة مرورية، هي سابقة من نوعها، يحمل فيها روبوت صفة محام، تطبيق يمكن تحميله على الهواتف الذكية يسمح للرجل الآلي بالاستماع إلى الحجج وصياغة الردود للمدعى عليه. أما في حال خسارة القضية فإن الشركة تتولى دفع كل الغرامات. أفلام مقاولات أو إعادة انتعاش، أسماء بارزة تعود إلى الشاشة الذهبية في مصر، بعضها من باب الكوميديا، سباق خارج مواسم الذروة يخوضه هولا، والغاية إعادة الحياة إلى دور العرض بعد فترة كساد. ولكن على ما تعتمد؟ هل تخرج فعلا من إطار أفلام المقاولات أم هي محاولات التفاف على المسمى؟ هذا الملف نبحثه مع ضيفنا من القاهرة المحلل الفني الأستاذ حسن سمير. أهلا بك معنا أستاذ حسن في المشهدية، ولكن بداية اسمح لنا أن نتوقف مع هذا التقرير ومن ثم نعود لحضرتك. إذن أي جهود يبذل صناع السينما في مصر، وهل هي كافية لإعادة تنشيط دور العرض؟
نعود إلى ضيفنا من القاهرة الأستاذ حسن سمير. أستاذ حسن، في إحدى الفيديوهات لصفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي تصف هذه المرحلة في مصر التي وصلت إليها السينما بأنها مرحلة أفلام المقاولات، ويمكن اختصار معنى هذا المصطلح بأنه يعني الإنتاج يكون ضعيف، إنتاج مادي ضعيف، يتم تصويرها في مدة زمنية قصيرة، وأبطالها ليسوا كلهم يعني من الصف الأول. برأيك ما هي العوامل التي أوصلت السينما المصرية إلى هذه المرحلة؟ أو أعدتنا إلى هذه المرحلة؟ على كل حال يعني هذه المرحلة بدأت على ما أعتقد في بداية ثمانينيات القرن الماضي، كانت هناك أفلام وصفت بأفلام المقاولات. هو في الحقيقة أفلام المقاولات عمرها ما اختفت علشان ترجع، يعني هي طول عمرها موجودة، ولكن إمتى احنا بنحس إن أفلام المقاولات رجعت تاني؟ لما يبقى عددها كبير، خصوصا لما يكون كمان المشتركين فيها أسماء بارزة زي ما حضرتك قلت. بس هي كل الحكاية يعني بيبقى السبب واحد بس، هو ضعف الاقتصاد عامة، لأن ساعتها المنتجين بيلجأوا يعني ما يسمى بأفلام المقاولات، وهي تعتبر سبوبة. أفلام المقاولات هي باختصار فيلم احنا هنكلفه مبلغ ضئيل جدا، وليكن قرش هيجيب جنيه، فساعتها بس بيلجأوا ليها، وخصوصا كمان لما يكون الاعتماد على اسم كبير ويكون هو بطل العمل، زي مثلا النجم الكبير محمد هنيدي. فإن لم يكن أساساً أن البطل العمل هو المنتج الحقيقي وراء العمل ده. طيب، ولكن كيف يمكن تفسير ذلك أستاذ حسن؟ في بعض الأفلام والتي أنتجت مؤخراً هناك أبطال من الصف الأول كما ذكرت حضرتك، مثلاً الممثل محمد هنيدي، أحمد حلمي وغيرهم، أليس هذا كفيلاً بإنجاح هذا الفيلم برأيك؟ حتى لو أنه الإنتاج يعني ضعيف، ولكن لدينا أسماء كبيرة تشارك في هذه الأفلام. هو في الحقيقة الفيلم فعلا بينجح، يعني بيجيب الإيرادات اللي المفروض يجيبها بناء على اسم النجم. لأن هم ما بيقدموش فيلم، هم بيقدموا اسم النجم، فبالتالي الفيلم ممكن يحقق إيرادات فعلا. ولكن إمتى بنعرف إن الفيلم ده ما نجحش؟ هو بعد فترة من عرض الفيلم، لما بيتضح آراء الناس بعد ما خرجوا من الفيلم خلاص، لأنهم داخلين يعني أستاذ حسن اسمح لي، يعني هنا المشكلة تكون في الرؤية الإخراجية، في الكاتب، في الحبكة، في أداء الممثلين الآخرين، أم ماذا؟ في تكلفة الإنتاج كلها. يعني مثلا إحنا لو قلنا ممكن يكون اسم الكاتب اللي عمل الفيلم مثلا ممكن يكون اسم كبير، ولكن هل تكلفة القصة اللي تم إنتاجها أو تم كتابتها في يعني في خلال سنة هيكون نفس جودة الفيلم اللي اتكتب في خلال ربع ساعة، ولا نفس التكلفة؟ فبالتالي أفلام المقاولات هي أفلام تجارية ضعيفة الإنتاج جدا. بالضبط، هي أفلام تجارية، وهي طول عمرها موجودة، يعني من أيام الثمانينات، أيام ما كانت بتنزل على شرائط الفيديو، لما بعد ذلك على أقراص السي دي، إلى أن وصلت إلى مكانها اللي المفروض تكون فيه حاليا، وهي على منصات العرض وليست في دار السينما. طيب، إذا ما عدنا إلى العام الماضي، العام 2022 أستاذ حسن، فإنه تم إنتاج حوالي 24 فيلما لم تحقق تقريبا أغلبها الإيرادات المطلوبة في دور العرض، مقارنة طبعا بالأعوام السابقة هذا العدد هو قليل، نتحدث عن الأعوام التي سبقت عمي فيروس كورونا. برأيك هل يمكن القول أن العام 2022 كان أسوأ الأعوام يعني على السينما المصرية؟ أسوأ الأعوام فعلا هو كان أسوأ الأعوام، ولكن ليس بسبب أن الناس ما بتروحش السينما أو الناس مش حابة تروح السينما لأسباب فيروس أو كده، هو بسبب أن الأفلام كانت فعلا ضعيفة. يعني أنا على ما أتذكر أن سنة 22 أفضل فيلم فيها كان فيلم كيرة والجن، هو الوحيد الفيلم اللي اتعمل بمعايير إنتاجية ضخمة. غير كده الأفلام كلها زي ما قلنا مبنية على فكرة اسم البطل، ولكن لا صرف ولا مجهود نهائي على قصة أو حتى على إخراج. ولكن ألا يمكن اعتبار أن قصة كيرة والجن كما ذكرت حضرتك أنه كان لها ربما يعني كانت هي العامل الأبرز لنجاح هذا الفيلم، خاصة أنه هذا الفيلم يتحدث عن يعني فترة 1919 على ما أعتقد، وهذه الثورة في هذه السنة، وهو الحدث الذي وحد مصائر أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل الإنجليزي. برأيك ما كان سبب نجاح هذا الفيلم؟ هل هي الرؤية الإخراجية التي قدمت بطريقة تشويقية تاريخية؟
بالظبط. هو الفكره كلها كمان ان هي روايه للكاتب احمد مراد، فهو الفيلم اصلا اتعمل له دعايه كبيره جدا من ايام ما الروايه نزلت، ولكن برضو من سبب يعني من اسباب نجاح هذا الفيلم هو انه اتصرف عليه صح. عندك بطلين من اهم الابطال اللي موجودين في السينما المصريه دلوقتي، هو كريم عبد العزيز واحمد عز، ده غير ان الفيلم انتاجيا اتصرف عليه صح جدا. وكمان فكره الدعايه للافلام السينمائيه، يعني عندك كيرة والجن احنا شفنا الاعلانات بتاعته تقريبا قبل سنه من نزول الفيلم، فالتشويق كان عامل اساسي لنجاح الفيلم طبعا. طيب سؤال أخير أستاذ حسن، يعني يمكن اعتبار نجاح هكذا فيلم من بين كل هذه الأفلام أنه يؤسس لمرحلة جديدة تعيد السينما المصرية إلى مرحلة الازدهار؟ للأسف هو مرحلة ازدهار السينما هو يعني مرتبط ارتباط يعني صريح بالاقتصاد عامة، ولكني أنا أعتقد أن المرحلة اللي جاية لازم تكون مرحلة منصات العرض، على الأقل في طريقة عرض الأفلام المقاولات. إحنا ما بنعترضش أو ما بيبقاش عندنا اعتراض على فكرة أفلام المقاولات عامة، لأن أفلام المقاولات زي ما ليها جانب سيء ليها جانب كويس جدا، وهو إن فكرة إنتاج الأفلام عامة، ولكن سلبياتها أكثر من الإيجابيات، أليس كذلك؟ هو سلبياته ممكن تكون استغلال المنتجين وطمعهم وفكرة البحر بيحب الزيادة، إن مثلا الفيلم لما ينزل أسبوع أو 10 أيام ماكسيمم شهر على في صالات العرض السينمائيه، نعم، بعد كده يرجع يتباع تاني لمنصات العرض اذا كانت شاهد او واتشت او ايا كان ايه في الوطن العربي، فساعتها بيبقى المكسب للمنتج من ناحيتين، وطبعا منصه العرض مهما كانت هي بتكسب، والخاسر الوحيد بيكون هو المشاهد. فبالتالي احنا لو توجهنا لمنصات العرض في عرض افلام المقاولات ساعتها هتكون افلام ناجحه وهتكون مقبوله جدا لدى الجمهور. شكرا. اما افلام السينما، تفضل باختصار لو سمحت. أما أفلام السينما فهي لازم تكون بالمعايير الإنتاجية الضخمة اللي تسمح بذلك، وعندنا أمثال زي الفيل الأزرق وكيرة والجن مثلا. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن سمير المحلل الفني على المشاركة معنا في المشهدية، كنت معنا من القاهرة، والشكر لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. المشهدية انتهت، إلى اللقاء.